مقتل 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على منطقة الحبارية في جنوب لبنان. وفد إسرائيل يغادر مفاوضات الدوحة، وتل أبيب تتهم حماس بأنها سبب الوصول لطريق مسدود. بعد 11 عاماً على الجريمة، القضاء التونسي يصدر أحكامه في قضية اغتيال شكري بالعيد، وحركة النهضة الإخوانية المتهم الأول. المبعوث الأمريكي إلى السودان يتطلع لاستئناف محادثات السلام في جدة في 18 من أبريل المقبل. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه النشرة. إذ أعلنت جماعة لبنانية مرتبطة بحركة حماس أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الأربعاء مركزا إسعافيا في قرية الحبارية في جنوب لبنان أسفرت عن سقوط 7 قتلى. وقال مصدر في الجماعة لوكالة فرانس بريس إن 7 مسعفين قتلوا في الغارة التي استهدفت مبنى تستخدمه جمعية الإسعاف اللبنانية مركزا إسعافيا في الحبارية. أعلن حزب الله اللبناني مقتل 3 من عناصره في غارات جوية إسرائيلية قرب بلدتين في شمال شرقي لبنان، فيما أكدت إسرائيل شن ضربات جوية قرب رأس بعلبك والهرمل واستهداف مواقع عسكرية يستخدمها حزب الله ردا على هجوم صاروخي على إحدى قواعدها قرب الحدود اللبنانية. قال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل استدعت مفاوضيها من الدوحة بعد أن اعتبرت أن محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب مطالب حماس. واتهم المسؤول الإسرائيلي زعيم حماس يحيى السنوار بتخريب الدبلوماسية في إطار جهد أوسع لتأجيج الحرب خلال شهر رمضان. وقال المسؤول الإسرائيلي إن إسرائيل وافقت على مضاعفة عدد الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم مقابل الرهائن ليصل إلى نحو 700 إلى 800 سجين، والسماح لبعض الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة. شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر على أن البيان الإسرائيلي الذي يقول إن قرار الأمم المتحدة عرقل محادثات الرهائن غير دقيق وغير عادل. وأوضح ماثيو ميلر أن رد حركة حماس على اقتراح إطلاق سراح الرهائن كان معدا قبل تصويت مجلس الأمن، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل لمحاولة إعادة الرهائن إلى وطنهم. كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن الاجتياح الشامل لرفح من قبل الجيش الإسرائيلي سيضر بالمدنيين الفلسطينيين. كما حذرت الخارجية الأمريكية من أن الاجتياح الشامل لرفح سيهدد أمن إسرائيل وسيتركها تعيش في عزلة دولية. إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة وفد إلى واشنطن لمناقشة المخاوف الأمريكية بشأن خطط إسرائيلية لعملية عسكرية في رفح اعتبر مؤشرا إلى اتساع رقعة الخلاف بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن.
البيت الأبيض وصف قرار نتنياهو بالمخيب للأمال، وأضاف أن الإدارة في حيرة من أمرها إزاءه، لكنه أكد أن الامتناع عن التصويت بدل استخدام حق النقد على قرار مجلس الأمن لا يمثل تغيرا في السياسة، وتابع بأن الولايات المتحدة ستواصل حماية ظهر إسرائيل والضغط لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وكان نتنياهو اتهم الولايات المتحدة بعد التصويت بالتخلي عن سياستها في الأمم المتحدة، معتبرا ذلك خروجا واضحا عن الموقف الأمريكي. ويرى مراقبون أن ما جرى تتويج لإحباط بايدن من نتنياهو بعدما تحداه علنا في جميع القضايا الرئيسية تقريبا، كعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والسعي لإقامة دولة فلسطينية. كشف مسؤول كبير في البنتاغون في حديث للصحفيين بعد اجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي، كشف تأكيد أوستن لوزير الدفاع الإسرائيلي أن أمن إسرائيل جوهري لواشنطن، وأنه يجب أن تتم هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن، وأن الولايات المتحدة ستضمن ما تحتاجه إسرائيل لحماية نفسها. مسؤول البنتاغون شدد على وجوب تفكيك حماس في رفح، والمسألة هي كيفية إتمام ذلك، مؤكدا أن واشنطن تدعم مهمة إسرائيل وألا تكون رفح ملجأ لحماس. ولفت إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، معلنا في الوقت نفسه التزام وزير الدفاع بإعطاء بدائل عن عملية عسكرية تهدد 1.5 مليون مدني، وشدد على وجوب أن يكون هناك طريق لهؤلاء الأبرياء لمغادرة رفح، موضحا أن هناك تشديد من قبل الولايات المتحدة على حماية المدنيين وعدم شن هجوم يهددهم. In Gaza today, the number of civilian casualties is far too high, and the amount of humanitarian aid is far too low. Gaza is suffering a humanitarian catastrophe, and the situation is getting even worse. We need immediate increases in assistance to avert famine, and our work to open a temporary humanitarian corridor by sea will help, but the key is still expanding aid deliveries by land. So, Mr. Minister, I look forward to discussing how we can dramatically and urgently ease the humanitarian crisis in Gaza. ومن جهته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت على أن بلاده ماضية في مسعاها لتدمير حماس وإعادة الرهائن. We will discuss developments in Gaza and the means to achieve our goals, the destruction of Hamas organization and bringing back the Israeli hostages back home. هذا وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق إنه لا ثقة برواية الجيش الإسرائيلي بشأن قتله لمروان عيسى، مؤكدا أن الإعلان من اختصاص قيادة كتائب القسام. واعتبر الرشق في بيان أن توقيت إعلان الجيش الإسرائيلي لمقتل مروان عيسى هدفه التغطية على الأزمات التي تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل بدأت بالفعل حربها على رفح جنوبي قطاع غزة منذ أيام، وذكرت الوزارة في بيان لها أنه بات من الواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول التخلص من الضغط الدولي بشأن عدم اجتياح رفح من خلال قصف تدريجي للمنازل ومربعات سكنية بأكملها. وأضاف البيان أن إسرائيل بدأت بحربها على رفح منذ أيام من خلال قصف طائراتها الحربية وقذائفها للمنازل فوق رؤوس المدنيين، وكان آخرها المجازر في منطقتي مصبح وحي النصر، محذرة من مخاطر اجتياح رفح بالتدريج على حياة المدنيين وارتكاب مجازر كبرى بحقهم ودفعهم بالقوة للهجرة خارج القطاع. وأكد البيان أن استبدال الاجتياح البري الشامل لرفح باجتياح بري وجوي متدرج لا يوفر الحماية للمدنيين ولا يوفر احتياجاتهم ولا يحميهم من خطر التهجير.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية فرضت حصارا على مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع وسط إطلاق نار كثيف في محيط المجمع، ما أثار حالة من الهلع وسط الكوادر الطبية ومخاوف على حياة آلاف النازحين داخل المستشفى. أكد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه يجب إلغاء الحظر على توصيل المواد الغذائية من الأونروا إلى شمال غزة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي في ظل منع قوافل الأونروا الغذائية. يجب إلغاء الحظر الواجب على توصيل المواد الغذائية من وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة الأونروا إلى شمال غزة، وما قرأته للتو وذكرته لكم هو السبب. لا يمكن الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي ومنع قوافل الأغذية التابعة للأونروا، حيث تم بالفعل في الأسبوع الماضي منع 5 بعثات إلى الشمال. أين بناكل حشيش الغنم؟ حشيش الغنم والبوسة. يعني صبر يلا يعني يا روحة. يا أولادي الصغار بطلبوا أكل، إيش في عندي أكل؟ الخبز بطبخها بأكلها بمعالق، مش الخبز. لا أنا بحكي على هذا مستقبل. ما قدرناش نجيب الخبز ما قدرناش ناكل. لا جبت حبة خبز عشان أطعم أطفالي، عايش أطفالي، الوضع عندنا صعب، لا عندنا طحين ولا عندنا معلبات ولا عندنا حاجة، إحنا عايشين والله على الخبزة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط دير الزور، هذا وأكد المركز في وقت سابق مقتل 17 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في حصيلة غير نهائية إثر ضربات جوية أمريكية على المدينة. هذا ونفت وزارة الدفاع الأمريكية شن ضربات جوية ضد أهداف في سوريا، وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون في مؤتمر صحفي إن واشنطن لم تشن أي غارات جوية في سوريا أمس. تترقب تونس حكما في قضية اغتيال شكري بالعيد بعد 11 عاما من الجريمة، وحركة النهضة المتهم الأول، وكانت قد رفعت هيئة المحكمة الابتدائية في تونس جلستها في قضية اغتيال المحامي والسياسي الراحل شكري بالعيد للتداول قبل إصدار الحكم، ويواجه المتهمون تهم القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى مجموعات إرهابية. وتتهم هيئة الدفاع عن بالعيد حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيال والتستر على المتهمين.
قال توم بيريلو المبعوث الأمريكي الخاص للسودان إن الولايات المتحدة تتطلع لاستئناف محادثات السلام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة في 18 من إبريل المقبل. وأضاف المبعوث في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن مفاوضات جدة يجب أن تكون شاملة وأن تضم الإمارات ومصر وإيجاد والاتحاد الأفريقي. وأوضح المبعوث أن الإمارات وجهات أخرى في المنطقة يجب أن تدرك أن قوات الدعم السريع لا تتجه نحو نصر عسكري أو دبلوماسي. يشتكي كثير من النازحين في مأرب من تدهور الأوضاع المعيشية هذا العام، خصوصا في شهر رمضان، حيث غابت الكثير من احتياجات الشهر التي تعود اليمنيون على شرائها أو التي كانت توفر لهم على شكل مساعدات. خيام النازحين ومساكنهم تبدو شبه خالية، فالأزمة الاقتصادية لم تستثني شهر رمضان منها. الاحتياجات الغذائية التي تعود اليمنيون على توفيرها خلال هذا الشهر غابت هذا العام. وضعهم صعب داخل الخيامات، المنظمات غايبة، ما عاد تدعمهم مثل أول، ما عاد تجيب لهم مساعدات خاصة في رمضان. بعض الأسر إذا وجدت أيش تفطر به لم تجد ما تسحر به داخل المخيم. مؤشرات الجوع إلى ارتفاع مستمر في اليمن مع توقف العديد من برامج الغذاء ونقص تمويل خطط الاستجابة. وهذه السنة غابت عادات وتقاليد عن المجتمع اليمني بفعل الأزمة الاقتصادية، حتى بدأ رمضان غريبا عند بعض النازحين. طقوس رمضان وأجواء رمضان يعني عندنا يعني أصبحت كفايعة نازلينها من الأزمة، وقل ما بأيدي الناس، سواء ما يستطيع الواحد أن يخرج من هنا من منزله إلى مأرب عايش إلى أي حاجة. يعني أصبح اليوم سعر الدجاجة يعني نص الدجاجة ب5000 ريال، لا يستطيع أن يذوق حتى مرق شخص. أنا في تغيرات كثيرة يعني وكبيرة، إنه رمضان يعني السنة الماضية كان في التزاور، كان في إنه بعض الناس يخرج عند جيرانه، كان إنه مثلا هذه الساحة كانت تمتلي إنه يعملوا إفطار جماعي، هذه السنة ما فيش. 9 سنوات من النزوح لم تكن فيها الحياة كما هذا العام على النازحين، وهي الشريحة الأكثر تأثرا من أزمة الغذاء. ليست الاحتياجات الغذائية لشهر رمضان هي من اختفت من مخيمات النازحين فحسب، بل اختفت أجواء ومظاهر شهر رمضان من مخيمات النازحين بفعل الأزمة الاقتصادية والإنسانية. محمود الحميدي، الحدث، مأرب. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن انهيار جسر بالتيمور بأنه حادث مروع، وتعهد بإعادة تشغيل الميناء الرئيسي على الساحل الشرقي في أقرب وقت ممكن بعد اصطدام سفينة شحن بالجسر وخروجه عن الخدمة. سنرسل جميع الموارد الفيدرالية التي يحتاجونها بينما نستجيب لهذه الحالة الطارئة، وسنعيد بناء هذا الجسر معا. كل شيء يشير حتى الآن إلى أن هذا كان حادثا مروعا. في الوقت الحالي ليس لدينا أي مؤشر آخر للاعتقاد بوجود أي عمل متعمد. دخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأول مرة في تاريخه قائمة أغنى 500 شخصية في العالم بحسب مؤشر بلومبرغ بثروة تبلغ 6.5 مليار دولار، وذلك بعد استمرار المكاسب على سهم ديجيتال وورلد الذي اندمج مع شركته ترامب ميديا أند تكنولوجيز. I'm using my own money. I'm not using the lobbyists. I'm not using donors. I don't care. I'm really rich. I'll show you that. ثري من يومه والحظ ما يزال يضحك لترامب، وتضاعفت ثروته في ليلة وضحاها وقفزت إلى 6.5 مليار دولار. لا يعطي ترامب فرحته لأحد لتلقيه نبأين سرين بيوم واحد وربما ثلاثة. الأول تخفيض محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة من نحو 0.5 مليار دولار إلى 175 مليوناً. أما الثاني وربما الأقرب لقلبه
استمرار المكاسب على سهم ديجيتال وورلد الذي اندمج مع شركته ترامب ميديا أند تكنولوجيز وحقق على إثرها كل تلك الأرباح. فهذه القائمة التي ترونها لأغنى 500 شخص في العالم وفق بلومبرغ سيدخلها ترامب بعد هذا النبأ. بلى تغمره السعادة، لكن ما يجري الآن في أمريكا يشي بأن فرحة ترامب لن تكتمل سوى بانتصاره على غريمه بايدن، وحينها إن حاز على اللقبين معا سيكون الرئيس الوحيد بين أثرى أثرياء العالم. We have interest rates that are so low that if you're rich like me I can borrow money for any amount. إسراء الصغير الحدث. كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام تطال 7 قراصنة ترعاهم الدولة الصينية بحملة واسعة النطاق مدتها 14 عاما لتعزيز أهداف التجسس الاقتصادي والتجسس السياسي في بكين، فيما اعتبر تصعيدا للصراع السبراني بين واشنطن وبكين. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وحدات القرصنة الإلكترونية الخاصة في الصين، متهمة أكبر وكالة تجسس في بكين بمحاولة استمرت سنوات لوضع برامج ضارة في شبكات الكهرباء الأمريكية وأنظمة الدفاع وغيرها من البنية التحتية الحيوية وسرقة قوائم التصويت لملايين المواطنين. وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت حذرت من أن البرمجيات الخبيثة التي تم العثور عليها في البنية التحتية الأمريكية تبدو مخصصة للاستخدام إذا كانت الولايات المتحدة ستهب لمساعدة تايوان. النظرية هي أن الأمريكيين سيكونون منشغلين للغاية بالقلق على إمداداتهم من الكهرباء والغذاء والماء عن مساعدة جزيرة بعيدة تدعي بكين أنها ملك لها. ولكن السؤال المطروح اليوم في واشنطن يبقى حول تجاهل الرئيس بايدن هذا الموضوع تماما، على الرغم من أنه يمس الأمن القومي الأمريكي. واكتفت الإدارة الأمريكية بإجراءات وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي. أطلقت مجموعة من النساء الأفغانيات وبدعم من منظمة بيغوم غير الحكومية قناة تلفزيونية تبث من العاصمة الفرنسية، وذلك لتعليم الفتيات الأفغانيات اللواتي حرمن من التعليم. وتبث القناة عبر الأقمار الصناعية وتقدم دورات فيديو مجانية تغطي المناهج الدراسية الأفغانية باللغتين الدارية والبشتونية. هنا من مقرها في باريس تبث القناة التعليمية الأفغانية الجديدة بيغم عبر الأقمار الصناعية لتعليم الأفغانيات اللواتي حرمن من الدخول إلى المؤسسات التعليمية في وطنهن الأم، بعدما أغلق الطالبان أبواب المدارس أمام الفتيات لما بعد المرحلة الابتدائية. يمكن لهذا الاستديو التلفزيوني الصغير أن يحقق حلم الفتيات الأفغانيات في متابعة دراستهن عن بعد، فهو يضم فريقاً مكوناً من 12 موظفاً معظمهم من النساء يعملون على تشكيل نافذة تعليمية متكاملة. كامرأة وإنسانة أشعر بسعادة أكبر بالعمل في تلفزيون بيغوم من العمل سابقاً كممثلة، لأنه بالنسبة لي هي وسيلة لمساعدة خواتنا النساء في أفغانستان. بدعم من منظمات غير حكومية أسست رائدة الأعمال الأفغانية السويسرية حميدة أمان المحطة التلفزيونية في باريس بهدف مساعدة الفتيات والنساء على مواصلة تعليمهن بعدما قام الطالبان بحرمانهم من ذلك. مهمة المحطة ليست تحريض المشاهدين، بل هدفها ببساطة توفير التعليم للفتيات والسماح لهن بالحفاظ على القليل من الأمل، فهن جميعا عالقات في المنازل دون أي أفق. هدفنا هو مساعدتهن على مواصلة دراستهن من المنزل. تبث القناة فصول الدراسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية باللغتين الدارية والباشتو في الصباح، ثم تعيد البث في فترة ما بعد الظهر، كما تحمل على موقعها على الإنترنت أكثر من 8000 مقطع فيديو يغطي المنهج التعليمي الوطني بشكل مجاني. زينة عدي، الحدث، باريس. لم يبقى سوى التذكير بأنه يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.